صباح الفل. عايزكم تتفرجوا كده بالراحة وتشوفوا عظمة بلدنا. احنا هنا في المتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير. رئيس الوزراء ومع عدد من الوزراء وتفقدوا أعمال التشطيبات في المتحف. هنا الدرج العظيم. الدرج العظيم ده مجموعة من الدرج السلالم كده زي ما احنا شايفين، وعليها كمية من الآثار تعمل متحف لوحدها. جد هي فعلا كده، كمية آثار تعمل متحف لوحدها. اتفرجوا معايا حضراتكم، شوفوا الجمال. نازلين طبعا على السلم اهو، سلم يديك لسلم لسلم لسلم. وادي مرمنا بيرمموا كل الاثار. اتفرج حضرتك، حاضر يا العظمة. حاجة خيال. اتفرجوا حضراتكم على الجمال. وتنزل بقى من الدرج العظيم ده تلاقي تمثال رمسيس العظيم هناك اهو. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.